استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة والوفد المرافق خلال زيارته للمملكة، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والشيخ خالد بن علي الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني للتنسيق والمتابعة. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعلاقات الصداقة الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، في تأكيد على العمل المشترك بين البلدين الصديقين والذي يشهد تقدما ونموا مستمرا على كافة الأصعدة، مؤكدا سموه الحرص الدائم على المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون لآفاق واسعة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين. من جانبه أعرب معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة بفضل حرص البلدين على تطوير مختلف أطر التعاون الثنائي وما يتوفر للعلاقات بين البلدين من فرص ومقومات كبيرة للمضي بها لآفاق أرحب على المستويات كافة.